اهلا تاني مره كده طبعا احسن. خليني كده افتح النور، واصلا فاتحين النور، تصدق النور مفتوح مفيش نور تاني؟ في نور تاني، استنى افتح النور واقول لكم لان الدنيا ضلمه. هي فتح شويه ولا عمل اي حاجه خالص ولا اي حاجه اتعملت. يبقى لازم اقرب منه عشان يبقى شكل احسن. طيب ماشي، اهلا بكم، ازيكم عاملين ايه؟ خلينا بقى ايه نتكلم على فاكرين زمان قلت لكم على حاجه؟ قلت لكم انك انت ممكن تسافر ببلاش خالص. طيب ايه رايك ان الرحله دي مكلفاني شبه ولا اي حاجه؟ انا خليني بس اعيد، انا بعمل ايه؟ انا سافرت النهارده من سنغافوره لمدينه كرابي في تايلاند، المفروض ان شاء الله هقعد فيها لونج ويك اند، وهرجع تاني يوم الاحد بامر ربنا لسنغافوره تاني. تمام. اللي انا عاوز اتكلمه في الموضوع ده ان في فعلا ناس بتعرف تسافر ببلاش. الرحله اللي انا فيها دي مكلفاني ولا حاجه، فعلا ولا حاجه، يعني الفندق ده ببلاش، انا قاعد هنا في فندق على البحر، مش عارف اقرا ولا لا، بس البحر اهو، يمكن ما يكونش باين قوي هنا بس في بحر اهو. انا صورته في الفيديو قبل كده فممكن تشوفه بالتفصيل. نرجع تاني ليا انا هنا. تمام. الفندق ليلتين فور فري، فعليا 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 ما دفعتش حاجه، صفر. الطياره كانت اوريجينالي يعني هي طبيعيه ب 200 دولار باين، انا دفعت 40 دولار بس. تمام. بعد كده بقى الحاجات اللي جوه بقى الاكل والشرب طبعا هتدفعهم هتدفعهم، بس هما ايه اغلى حاجتين عندك في السفر؟ الطيران والفندق، دول كانوا فور فري. لو تفتكروا انا كنت في مره اتكلمت فيها على البوينتس، على موضوع البوينتس الكريدت كارد، لو معاك كريدت كارد وبتصرف منها بتسددها طبعا، انا بتكلم انك انت بتسدد كريدت كارد، انت بتعمل الكريدت كارد دي عشان تاخد عليها بوينتس بس، هي البوينتس دي اجمل واحلى حاجه في الكريدت كارد، بتسافر فعليا ببلاش. وبرده مش البوينتس بس، البوينتس لما تسافر، عشان انا كنت الفتره اللي فاتت سافرت رحت بيرث على سكوت، ورحت اسطنبول على التركية، وكلهم يعني كلهم ستار الاينس، بقى عندي شويه بوينتس حلوه. البوينتس الحلوه دي رحت مغيرها بثمن التذكره دي، كان ثمن التذكره داخل على 200 دولار، انا خدتها ب 40 دولار، فوفرت حوالي 160 دولار مجرد بالبوينتس بتاعت او الاير مايلز، كان نسميها الاير مايلز. والفندق ده واخده بوينتس كريدت كارد بس. وعاوز اقول لك كمان وازيدك من 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 الشعر بيت، عملت حاجه تانية، انا كده كده انا جولد ممبر في كريس فلاير، فدخلت اللاونج فور فري، ما دفعتش ولا مليم. اللاونج اللي هو اللي احنا كنت عملت له كذا حلقه بتاعت اسطنبول وبتاعت سنغافوره، كل الحكايه قعدت وكلت وشربت فطرت بمعنى اصح فور فري، ما دفعتش اي حاجه. شفت بقى التوفير وصل لقد ايه؟ يعني ثلاث حاجات فور فري، انا فطرت النهارده في المطار فور فري، انا واخد الفندق دول تو نايتس على البحر سي فيو فور فري فعليا، انا واخد تذكره انترناشونال يعني دوليه طيران دولي من مطار سنغافوره لمطار كرابي في تايلاند، دافع فيه كده كام؟ 20% من ثمن التذكره، 20% من ثمن التذكره كان ب 200، دفعت 40 دولار. في احلى من كده؟ فالناس اللي عاوزه تسافر وبتبلان تسافر لازم من دلوقتي تبلان ازاي تاخد كل الحاجات دي بارخص الاسعار او فور فري. لما بتسافر كتير تاخد مايلز، لما بتصرف بكريدت كارد وتسدده طبعا، لو بتصرف بكريدت كارد كده كده سددت او ما سددتش بتاخد بوينتس، بس انا طبعا ببوش اي حد ان هو يسدد كل اللي عليه ما يكونش عليه اي حاجه، عشان انا طبعا كلنا مقتنعين وعارفين الانترست حرام، وبالتالي بكريدت كارد انت بتاخد بوينتس، البوينتس دي حضرتك ممكن تحولها لفندق زي ما انا عملت، وبتتراكم وتعمل فندق بعد كده وفندق ثالث ورابع وهكذا. حاجه زي هوتلز دوت كوم، لما بتروح تقعد في فندق لمده 10 ايام بيديك يوم فري افريج البرايس اللي انت قعدتهم في ال 10 ايام. في طرق كتيره قوي انت ممكن تسافر بيها وتستمتع بيها، وفي الاخر تلاقي نفسك دافع قليل جدا، غير واحد جنبك قاعد في نفس الكرسي في الطياره ودافع قد كده لانه ما فكرش ازاي يبص على الاوفرز دي، ويبص على موضوع البوينتس، ويبص على الاير مايلز، وازاي اكيوميليت الاير مايلز، وازاي يجمع اكيوميليشن يجمع النقط عشان يقدر يسافر فور فري. بس هو الفيديو صغير وفيديو مش محتاج اكتر من كده. انا جيت تايلاند هنا الحمد لله رب العالمين، وصلت بالسلامه وان شاء الله ارجع بالسلامه، يعتبر
فور فري من غير اي فلوس ببلاش من غير ولا مليم. تمام؟ حاولوا تعملوا نفس الكلام ده لو بتفكر تسافر. طبعا لو هتسافر مسافه بعيده فانت غالبا هتدفع، خلينا نتكلم بصراحه، بس ايه اللي يمنع انك انت تقلل الدفع؟ بدل ما هتدفع 1000 دولار هتدفع 700 دولار، وفرت 300، يا اما تحوشهم في جيبك يا اما تصرفهم في حاجه تستمتع بيهم تاني، صح ولا لا؟ كل اللي بقول لك عليه ركز وانت مسافر. نصايحي ليك لما هتسافر اختار مجموعه شركات طيران مع بعض اللي هم عاملين تحالف، وانا بحبذ طبعا تحالف ستار الاينس، لان انا بالنسبه لي كحاتم مفيد قوي بالنسبه لي. مصر للطيران لمصر، اير نيوزيلاند لنيوزيلندا، اسمها ايه، سنغافور ايرلاين لسنغافور، يعني الثلاث بلاد اللي انا مرتبط بيهم حاليا مصر وطبعا نيوزيلندا وسنغافوره، انا كلهم ستار الاينس، وبالتالي انا بوجه نفسي ما بروحش مثلا اسافر على قطريه، غير بقى لما انا كنت مضطر لان فرق السعر رهيب، ده ساعتها طبعا خلاص. لكن لو لقيت فرق سعر متقارب ما بين مثلا قطريه ومثلا تركش، باخد التركش، لان انا التركش بالنسبه لي هتديني مايلز وهجمعها. تمام؟ بس لو لقيت مثلا ان مثلا الامارات، لا لو لقيت الامارات ارخص بكتير من اي حد هحجز امارات طبعا، لان انا في الاخر بوفر فلوس، فبس بقعد احسبها. تمام؟ لما بصرف بكريدت كارد بدور بروح اخد كريدت كارد وفي بوينتس في ايرمايلز بيدي حاجه، مش مجرد كريدت كارد مجرد اللي انا ادفع بيه وبعدين اسدده في الاخر وخلاص، لا انا عاوز يجي لي منه بنفيت، هو ده المفروض انك انت تعمله. بس ادي الاوضه اللي انا واخدها فعليا ببلاش، خليني كده اوريها لكم. هقلب بقى للوش الثاني عشان حلوه ازاي. هي هنا 4 ستارز، هو ريزورت منتجع، ان شاء الله كمان هصوره من بره بقى، حمام السباحه اللي فوق اللي في الدور الاخير، ومش عارف حمام السباحه اللي كده، والجيم ايه، والبطيخ الايه، والساونا اللي عامله ازاي. بصوا عامل ازاي الدنيا اهو اهو، ده فور فري، انا ما دفعتش فيه اي حاجه. خليني بس اعدل لكم الكاميرا، معلش انا بعتذر على ان الجنب الهزر شويه اهو. وعامل لك، وده انا مش فاهمه لغايه دلوقتي، عامل لك جاكوزي في البلكونه، ازاي انا مش عارف، بس هو في جاكوزي ما علينا. وادي اوضه سوري يا جماعه، الشنطه بتاعتي محطوطه مبهدله الدنيا عادي. وادي اوضه النوم، وادي التلفزيون، مش عارف كام بوصه ده غريب قوي، ومكتب وتكييف والدنيا حلوه، وجايب لك ميه فري اهو عشان تشرب تستمتع بالميه وتعمل شاي وقهوه زي ما انت عاوز، معلش حاجاتي بقى الشخصيه منطوره. تمام؟ بس كل ده فور فري ببلاش، تقعد ليلتين هنا تستمتع ببلاش. ممكن ابديكوا اسم الريزورت لو حد حابب ان هو يجي فيه، سيمز، اللي انا لسه طبعا جاي من ساعتين ثلاثه، شكل الريزورت حلو والمنظر طبعا هنا تحفه. خليني افتح، انا عملته قبل كده بس خليني افتح تاني واوريكوا على المنظر التحفه ده اهو، الجبال على اليمين وبعدين البحر قدامك، المحيط قدامك بمعنى صح. بس ارجع تاني لنفسنا واقول لكم شكرا لكم جدا، لو عجبكم الحلقه اكتبوا لي في التعليقات والكومنتس، وهرد على الكومنتس ان شاء الله في اقرب فرصه ممكنه. شكرا جدا لكم، والسلام عليكم.